ولتسليط الضوء على السيول في الأحواز العربية والموقف الإيراني منها، معنا من لندن الأستاذ حسن راضي المتخصص في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. بداية، أهالي الأحواز العربية اتهموا السلطات الإيرانية بتعمدها فتح بوابات السدود لإغراق مناطقهم، لماذا يعمد النظام الإيراني لمثل هذه الممارسات؟ نعم، تحياتي. في البداية يعني اسمحوا لي أسجل استغرابي وأيضا عتبي على قناتكم، يعني خاصة في التقرير الأول استخدام الأسماء الفارسية للمدن العربية كما جاء في التقرير سوسنغرد وأيضا شوش وغير ذلك، والمعروف أنه هذه المدن عربية بأسماء عربية، وأعتقد قناة الرافدين عودتنا باستخدام الأسماء العربية. نعم. والتمسك بها مثل الخطاجية والأحواز والحويدة وغير ذلك. على أي حال، طبعا يعني هو ليس هو اتهام لإيران بفتح السدود وإغراق المدن والقرى، ليس اتهام، بل هذا واقع تمارسه السلطات الإيرانية منذ أسبوعين، ليس فقط يعني بفتح السدود، لكن أيضا محاولة بتفجير وفتح السواتر الترابية التي وضعها المواطنون على الأنهر مثل نهر القرخة ونهر كارون وغير ذلك. وحدث هذا أكثر في أكثر من مكان، مثلا في مدينة الشاشرية، يعني الجهة الأخرى لنهر القرخة في لمدينة الخطاجية ومدينة أبو حميضة، تم تفجير السواتر الترابية على نهر كارون بالمتفجرات تأتي من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتم إغراق مساحات واسعة من تلك المدن والقرى والمزارع. وأيضا كما كانت هناك محاولات عديدة من الحرس الثوري في أماكن عديدة. يعني المشكلة ليس فقط يعني في رفع السدود أو فتح السدود، بل هناك يعني مياه الأنهر الكرخة وكارون لا تذهب إلى أي مكان. مثلا نهر الكرخة يصب في الهور، هور العظيم أو هور الحويذة، لكن النظام الإيراني وضع سواتر ترابية كبيرة يمنع نزول مياه الكرخة على في الهور حفاظا على منشآت النفطية هناك. وأيضا هناك وضع سواتر وسدود باتجاه انحدار المياه إلى الخليج العربي من نهر كارون حتى لا تغرق أيضا يعني مشاريع غصب السكر وغيرها. وأيضا فتح السواتر الترابية بشكل متعمد من أجل هدفها الرئيسي هو تهجير أهالي الأحواز، حيث صرح المسؤولين الإيرانيين وخاصة وزير السكن وغير ذلك، صرح بأنه هناك مستوطنات جاهزة، بل إغراءات مالية كبيرة للمواطنين الأحوازيين الذين يريدون الذهاب إلى 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 يزد وإلى أصفهان وغير ذلك بهدف توطينهم هناك، حيث صرحوا أن القرى التي أغرقت لا يمكن تعميرها ولا يمكن يعني عودة الناس إليها، بمعنى سياسة التهجير ممنهجة إلى جانب السياسات. ما الذي سيستفيده النظام من هذه السياسة، أي التغيير الديموغرافي الذي يقوم به حاليا؟ نعم، تفضل السؤال من جديد من فضلك. ما الذي سيستفيده أو ستستفيده حكومة طهران من التغيير الديموغرافي الذي تقوم به في الأحواز العربية؟ طبعا هو من أهم أهداف النظام الإيراني أو سلطة الاحتلال الفارسية في الأحواز هو التغيير الديموغرافي، لأنه حتى لا تبقى الأحواز عربية ولا تبقى سكانها معظمها عربية، من أجل السيطرة على الأحواز، من أجل أن تكون الأحواز ليس للعرب، وبل هناك مستوطنات كبيرة من أجل السيطرة عليها، لأن هناك ليس فقط يعني تغيير ديموغرافي من خلال التهجير، بل من خلال الاستيطان الذي تم في الأحواز وإعطاء جميع فرص العمل والإمكانيات للمستوطنين وحرمان الأحوازين منها. لذلك طبعا أنه إيران تعتبر هذه الأرض عربية، عفوا إيرانية، وتريد السيطرة عليها، ولا يمكن السيطرة عليها ببقاء الأحواز في العرب في أماكنهم وفي مدنهم وفي قراهم دون وجود عنصر غير عربي هناك. يعني يعتبر العنصر غير العربي خاصة الموالي لإيران من الأقليات اللورية والفرس وغير ذلك، هم أدوات احتلال وهم استيطان لتغيير ديموغرافي، وهم من أجل تنفيذ أجندات النظام الإيراني والسلطات الإيرانية في الأحواز. هناك تظاهرات في مناطق عدة بالأحواز العربية احتجاجا على إهمال النظام الإيراني إيصال مواد الإغاثة إليهم،
هل ستجدي هذه التظاهرات نفعا برأيك لسكان تلك المناطق أم لا؟ طبعا هناك غضب شديد جدا من قبل المواطنين الايرانيين تجاه يعني طهران وسياسات النظام الايراني في الاحواز، اضافه على الاغراق المتعمد، لا توجد هناك اي مساعدات ولا معونات ولا غير ذلك للمواطنين ولا المتضررين، بل كل ما يقدم للمتضررين من الفيضانات هم الناس، هم العرب، هم الاحوازيين يقدمونها يعني للمتضررين والمنكوبين. لأن هناك يعني مئات من القرى، هناك أيضا 9 مدن يعني غرقت ومهددة بالإغراق في الأحواز. النظام نعم هناك احتجاج كبير، هناك مظاهرات، هناك غضب يعني تجاه النظام الإيراني، والنظام الإيراني لا يقدم أي مساعدات ولا يوجد هناك مسؤولين. انظر مثلا الفيضانات التي ضربت شيراز وضربت غولستان وغير ذلك ليوم واحد وتم معالجتها وانحراف المياه وغير ذلك، لكن في الأحواز منذ أسبوعين وما زالت المياه تقرق الأراضي والمساحات الشاسعة، وهذا يثبت أن هناك مخطط واسع، مخطط يعني متعمد ممنهج. أنا أعتقد يعني هذا صحيح أنه هذه الفيضانات ألحقت كوارث، ألحقت أضرار كبيرة بالمواطنين الأحوازيين، لكن في المقابل وحد هذه الفيضانات وهذه الكوارث وحدت الشعب العربي الأحوازي، وايضا كشفت يعني زيف النظام الايراني ووجهه الحقيقي لجميع المواطنين وحتى اولئك البسطاء او الذين كانوا مخدوعين بالنظام الايراني. الان سقطت يعني سقطت التوت، ورقه التوت من النظام الايراني، وكشف الوجه الحقيقي للنظام وما كان يمارسه تحت الستار، تحت الستار الان كشفت كل جرائمه واعماله، واصبح المواطنين جميعا يدا واحدة وواعين بهذه الحقيقة بأنه النظام يريد القضاء عليهم والقضاء على مستقبلهم وكل ما يمتلكونه وآخرها المزارع وأملاكهم. نعم. وبيوتهم. كان معنا عبر الهاتف من لندن الأستاذ حسن راضي المتخصص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.